الوضعية ديالك مع زيبا زوجة؟ وي عازبة سيدي. جو سي بيان هادشي اللي غنقول دابا راه غيأطف بزاف ديال الناس وبزاف ديال الناس غيدعيو فيا وهذا وهذا اكسيتيرا اكسيتيرا، مي انا غنقولو سيدي انا كنعرف علمي مكنش كنعرفو نظرا الخلافات كان بينو وبين جدي الى حدود سنة 2008 كنعرف بلي راه عندي شي عمي في الرباط اكسيتيرا اكسيتيرا وعمرني ما شفتو. واحد المناسبة عائلية دخلو عمامي باش يصلحو ما بين جدي وعمي الاخر. فعلا صلحو ما بيناتو، انا اخر وحدة كنت كندخل. دخلت كانت معاهم كاملين. كنت كنشوف اول مرة هذاك عمي فاش شفتو انا ما عرفتوش، قلت غير شي واحد صاحبهم ولا شي حاجة. هذا اول مرة فاش شفتو. علاه فاش قدمو فاش قدموه فاش ما دخلتي كتسلمي عليه ما قدموكش ليه بانك انت بنت خوه؟ لا ما قالوا والو، صافي غير جلست انا وهو يقول لي الاب ديالي قال لي راه واش ما عرفتيش؟ قلت لي لا راه ما عرفتوش. قال لي راه هذا هو عمك الفلان اللي كان مخاصم مع جدك. فوالا هنا تسلمت معاه مره اخرى. صافي من بعد بقينا كندويو بقيت كنهضر معاه انا. بصراحه انا فاش شفتو اول مره شفتو بنظره ديال كرجل اعجاب. وي نفس الحاجه حسيت بيه. المهم ما قالوا والو. هذيك المره فاش خرج انا وياه ديك الساعه نيت هذيك الليله كان ترى شي حاجه بيني وبينه. هو عارف وانت عارفه؟ عارفه انا واعيه مزيان وعارفه باللي راه حرام وراه عمي ولكن ما عرفش كيفاش. الاكثر من هذا ان علاقتنا صافي هذيك المره صافي ومشات. علاقتنا بدات تتطور، بقينا باغ ميساج باغ هذا مكالمات. جات العطلة ديال الصيف عرفتي بنادم كيمشي صيف طلعتي عندهم للرباط عرض عليا. هو على وعي بانك انت بنت خوه وانت على وعي بانك هو عمك؟ انا ماشي غيقولوا شي وحدة اللي مريضة نفسانية، بالعكس انا انسانة عادية جدا. ولكن هذاك السيد شنو نقول لك، علاقتنا دابا ملي كانت عندي 19 عام لدابا 25 عام مدة 6 سنوات وحنا كنعرفوا بعضياتنا. ومشكلة أنني طورت علاقتنا بواحد السرعة ما تتصورش، لدرجة أنني درت معها علاقة أنني فقدت البقرة ديالي. والمشكلة أنه دابا ما بقاش حامل لا مرتو لا ولادو. علاقتنا ما كيتقبلها لا المجتمع لا الإسلام لا الدين لا حتى حاجة. لا حول ولا قوة. أنا كنسمعك فاطمة الزهراء. ما عرفتش ديما كنبقى حائرة بين عقلي وضميري وقلبي. ما عرفتش شنو اللي ما عرفتيش بالضبط؟ ما عرفتش شنو غندير حتى ليمتى. دابا بغيت نخرج من حياته ولكن رونت ليه حياته. أنا عارفة راسي درت غلط كبير وما عرفتش شنو هو الحل. ماشي أنت بجوج فوالا مشكلة انه ماشي مراهق ولا شي حاجة. شحال عنده في العمر؟ دابا غتكون عنده شي 43 عام. لا حول ولا قوة الا بالله. انا عارفة مزيان وواعية بهذا الشيء اللي واقع ولكن ما عرفتش الحل ما عرفتوش. المشكلة ما كنقدرش نقول هذا الشيء نامبوغت كي وهذا الشيء ما فراش حتى شي حد. كنرفض فكرة الزواج نهائيا وكلشي كيستغرب علاش ما عارفينش السبب. لا كلشي العائلة عارفين بلي علاقتي معاه هو خاصة دابا لدرجة ان شي حد كيبغي يسول عليه ولا شي حاجة كيجي يسولني انا. شكون هادو اللي تيعرفو؟ كلشي كيعرفو علاقتي معاه خاصة ولكن ما عارفينش هادشي اللي قدامه.
ولا قوة إلا بالله العلي. واش يقول في هذا الشيء وانت تقولي في هذا الشيء وانت تكونوا بجوج بيناتكم الراس في الراس؟ أنا ما كنقدرش نهضر في هذا الموضوع نهائيا. ما كنقدرش نهضر معاه حتى هو فيه، حتى هو واعي بهذه القضية وراه إنسان عادي جدا، زعما غيقول لك شي واحد لا راه هادو مراد ولا شي حاجة، إنسان عادي وكيمارس حياته عادي لدرجة أنه إنسان مسؤول وخدمته في شكل وهذا ما كتسمحش ليه زعما يكون شي واحد مزعزع في دماغه ولا شي حاجة، إنسان عادي جدا. وكانت حياته عادية جدا إلى حدود أنني تلاقيت معاه. طبعا أنتم خرجتوا من ذاك البلاصة هذه كنتم عارفين بأنك أنت بنت خوه وهو عارف بأنه عمك. آه. لا حول. ولكن أول مرة فاش شفته ما شفتش فيه بنظرة راه هو عمي. ولو. أنا عارفة هذا الشيء، عارفة هذه المشكلة أنني واعية. واعية بهذا الشيء وعارفة مزيان، وأنا ماشي شي وحدة جاهلة ولا ما عارفاش، عارفة شنو كيقولوا بحد في هذا الموضوع، وعرفت الإسلام شنو كيقول فيه، وعرفت كل شيء، عرفت أعظم الكبائر هو زنا المحارم، وعارفة هذا الشيء. مشكلة أنا راه ما قدرتش حتى الفئة باش أنني ما قدرتيش إيش؟ ما قدرتش نخرج من حياته، ما قدرتش. علاش؟ ولفتو ما عرفتش كي غنقول لي. توعد فيكم ابوي عطيت اتساع الاخر. ولفتو مشكلة ان قلتك حياة مراته ما بقاش مفاهم معاها نهائيا. وليداته جست باقي معاها على قبل وليداته عنده جوج. كيفاش يتفاهم مع مراته وهو معاك على علاقة غير شرعية وكلكم كتحكمكم النزوات بجوج؟ كيفاش يتفاهم مع مراته الشريفة؟ ممكنش. انا عارفه هادشي اللي لا كيف كيفاش لا كيف كيف لا كيفاش كيفاش نظرك انت دابا؟ انا ما كنناقش معاك لا غلطه ولا غير غلطه، هذاك الشيء جوابك راه تيعبر عليه. كيفاش هو غادي يديها في مراته ويكون مع مراته وكتحكموا نزوه مع بنت خوه وانت انت كتحكمك معاه نزوه وكتعرفي بان عمك؟ اه عارفه. كيفاش؟ ما عرفتش. ما قادرهاش تخرج تقولي من حياته. اش غدا باش بغيتي تلقاي سيدي ربي غدا انت دابا؟ باش هذا هو المشكل اللي كيعذبني. ياك الا من اتى الله بقلب سليم باش غادي تجي قدام سيدي ربي توقفي قدامه؟ باش هي الحاجه اللي كتعذبني وكتخليني ما نعسش. اللي تاب واصلح ها كيغفر ليه الله سبحانه وتعالى، ولكن كاين تمادي في الغلط باش غادي. انا ما نقول لك والو، هي باش تلقاي سيدي ربي سبحانه وتعالى. ديما كنطرح على راسي نفس السؤال. ده ماشي سؤال، هذا بس كي تحسي احساس، هذا باش غادي تلقاي الله بغض النظر عليه واحد وهو ما كيهضرش معايا، كيف باش غتلقاي الله انت سبحانه وتعالى؟ باش فاطمة الزهراء استغفري المولاك، استغفر الله وقلعي على هاد شي ما حيت 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 لو انك قدرتي غير تحسي معايا باش غادي تلقاي الله سبحانه وتعالى غادي تدركي هادشي اللي تديري. ما صعيب هادشي والله، لانه انت عارفه كون غير مثلا انه حيت راه كاينه واحد الاخت من مكناس كانت عيطات لنا واحد النهار كانت في علاقه بالعم، ولكن وكاع وصلوا للزواج هما وفسخوا الزواج ديالهم لانه ما كانوش عارفين، لانه كانت علاقه بعدا اصلا غير شرعيه كان دارها با، ولكن انت عارفه هو عارف حيت ملي كنوقفوا قدام سيدي ربي سبحانه وتعالى عند الحجه. الا كنا ما عارفينش كنحتجوا عند الله سبحانه وتعالى، عندنا الحجه انا ما عارفينش، ولكن باش انتم غادي تحتجوا عند الله سبحانه وتعالى؟ باش انتم عارفين وكلكم الناس يعرفوهم على انكم في علاقه ديال الرحم، ايه ديروا؟ انا
ما نقولكش هادشي كله، ما انا كنقول لك غير حسي قبل ما تجاوبيني وقبل ما تجاوبي المستمعين وقبل ما تجاوبي حتى شي واحد، بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى اللي خلقك واللي مقدس العلاقه ديال الرحيم، باش غتلقاي الله سبحانه وتعالى. انت ما تجاوبينيش انا دابا، ما كنحتاجش الجواب دروك، فكري. مشكلة ما عنديش جواب تاع راسي. واحد عارف، انت عارف بلي هذا عمك، هذا هو المشكل الكبير، وبجوجنا كبار وواعيين، هذا هو المشكل. باش غتلقي الله سبحانه وتعالى دابا؟ مشكلة انني انا سيدة التعليم وكنقول شي حوايج اللي ما كنديرهمش، كضرب باجيال. واش تخسري لي هذا الراجل ما باقيش تلاقيتيه؟ حتى راه ما يمكنش، راه كنشوفه في كل مناسبة ولو انني ما نهضرش معاه. شنو كتشوفه في كل مناسبة وفي غير مناسبة؟ لأن في كل مناسبة غادي تتلاقاو في إطار العائلة. ايوا في غير المناسبات كتلاقاو في باش ترضيو النزوات ديالكم. كاين هادشي ولا ما كاينش يا فاطمة الزهراء؟ كاين. نقول لك اختي، ما فكري 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 باش غتلقاي الله سبحانه وتعالى. وإلا كان الله عندك عنده قيمة اعتبارية في حياتك، كنعتقد باللي راه اللي تاب واصلح راه من بعد ذلك فالله سبحانه وتعالى يتولاه بالمغفره والرحمه.